السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أيمن من موقع جوالك حياتك. النهاردة إن شاء الله هشرح لحضراتكم بالفيديو طريقة تثبيت الريكفري اللي هو الكلوك ورك مود لجالاكسي ايس بلس اس 7500. تليفوننا جالاكسي ايس بلس اس 7500. أول حاجة هنعملها إن احنا هنطفي الجهاز بشكل كامل. لو الجهاز اتأخر في إنه يطفي هنتأكد عن طريق إن احنا خلع البطارية بشكل كامل. تليفون اس 7500. الطريقة دي يا جماعة والملفات اللي موجودة في الموضوع ما بتنفعش إلا مع الموديل دوت تحديدا. هنركب بطارية التليفون مرة تانية وندخل على الداونلود مود. الدخول على الداونلود مود بيكون عن طريق الضغط على زرار خفض الصوت زائد زرار الهوم وزرار الباور لحد ما نحس بالفايبريشن. نشيل ايدينا من على زرار الباور وننتظر لحد ما تظهر الشاشة دي. ندوس على الزرار اللي بيرفع الصوت يدخل على الداونلود مود. دخلنا على الداونلود مود هنشغل برنامج الأودين. بعد ما نشغل برنامج الأودين هنختار ملف الريكفري اللي احنا حملناه، وبعدين نوصل التليفون وهو على وضعية الداونلود مود باستخدام الكابل الأصلي المرفق مع التليفون. بمجرد توصيل الموبايل بالكمبيوتر على برنامج الأودين هنلاحظ ظهور المربع الأصفر دوت في علامة الكم. نتأكد من وضع ملف الكلوك ورك مود في خانة البي دي اي وعدم تغيير أي حاجة في إعدادات برنامج الأودين وندوس على ستارت. بمجرد ما ندوس على ستارت هيبدأ برنامج الأودين إنه هو يحط ملفات الريكفري على الموبايل، والعملية بتستغرق حوالي أقل من دقيقة. نلاحظ وجود شريط التحميل موجود على شاشة الموبايل. كده تم نزول الملف بالكامل. الجهاز هيعمل إعادة تشغيل بشكل تلقائي. هنلاحظ ظهور المربع الأصفر اللي معناه إن الكلوك ورك مود تم تحديثه، وعلامة النجاح ظهرت على برنامج أودين، والموبايل هيفتح بشكل عادي جدا.